جديد سياق مجموعة ديال الأخبار وتتخص فريق جبلة خنيفرة لتبين بأن الفرق كامل يبدأوا تدريب استعدادات من أجل المنافسة الموسم المقبل. إلا شباب أطلس خنيفرة كنا تسمعوا أيوه في الأسبوع اللي داز بوطهير وقع بوطهير غادر يعني رسميا هات الصباح بوطهير تيدحط نقطة النهاية مع فريق شباب أطلس خنيفرة بعد موسم واحد. ديجا هو الكونترا كانت عنده فيها مشروع ديال 3 سنين 3 مواسم فهو اشتغل موسم واحد واحد الموسم ومن بعد تغادر فريق شباب أطلس خنيفرة رسميا يعني هات الصباح بالتراضي. يعني النقطة ديال المدرب احنا دوينا فيها بوطهير تغادر رسميا شباب أطلس خنيفرة بعد موسم واحد حقق فيه الأهداف وذاك الطموحات اللي كانت مسطرة مع المكسب المسير وهي ضمان البقاء وتكوين فريق تنافسي وكذلك ضم لاعبين بعقود ولا يعني 3 مواسم ولا موسمين. هذه النقطة ما عندنا يعني كاملة كاينة وكاملة الدرس الأكبر مبرر وأكبر دليل. فاللعابة اللي باقيين مع شباب خنيفرة كاملين تقريبا كانوا من الركائز الأساسية ديال الفريق ومازال عندهم العقد مستمر مع فريق شباب أطلس خنيفرة. فقط نذكر بأن بوطهير رسميا تغادر فريق شباب أطلس خنيفرة. المدرب القادم ما كاين حتى شي ملامح على المدرب الجاي، ما كاينش ملامح على فوقاش تبدا التدريب، ما كاينش ملامح اللعابه اللي جدوا بحكم ان الفرقه غادروا 7 ديال اللعابه. شكون هاد اللعابه اللي جدوا ولا شكون اللي باغيين يجدوا؟ فقط كاين الفراغ في شباب أطلس خنيفرة وكاين العقد الجمع العام اللي غادي يعقدوه ان شاء الله في 10 في الشهر الجاي. فديجا خرج بلاغ هاد الصباح ديال الفريق ديال المكتب البوسي شباب أطلس خنيفرة تيعلن فيه بانه غادي يقدم استقاله جماعيه يعني والسبب ولا الاسباب فهما الخصوف هاد البلاغ واهم من هاد هما قال لك بعض المنابر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الهدف ديالهم اغراق الفريق في نقد هدام وليس بناء بعيدا عن الموضوعيه والقراءه المتانيه للنتائج والكرهات. وفي هذا السياق فان المكتب المديري يؤكد للراي المحلي المحب للفريق ان الكلام هو كلام غير مسؤول ومجانب للصواب. يعني هذه من اهم الاسباب اللي دفعت المكتب الموسي شباب أطلس خنيفرة الرئيس ديالو وكذلك الرئيس الشرفي والمكتب الموسي كامل باش يقدموا الاستقاله جماعيه. كاين نقد غير موضوعي وغير بناء على حسب ما جاء في البلاغ ديالهم. اضافه الى قالك بغاو يعطيو الفرصه لوجوه اخرى اللي بامكانها تعطي اضافه في التسيير فهما هذا الموسم كان عند موسم استثنائي علاش ايوب فهم قادوا الفريق قدام البقاء بفلوس. يعني كما تنعرفوا بان الفريق ما استافدش من منحه الجامعه ما استافدش كذلك من منحه ديال الجهه وما استافدش من منحه المجلس الاقليمي ومع ذلك فهو حقق اهداف كبيره وكذلك خلص 90% ديال الكريديات ديال ليتيج اللي كانوا بخصوص اللعابه ملي كانوا تينافسوا في الكاس المحترفين الاول فهما تقريبا وصلوا ل 91% ديال تسديد المستحقات الماليه اللي كانت عالقه في ذمه فريق شباب أطلس خنيفرة. هادو هما الاهداف والطموحات والاكراهات اللي كانوا عند شباب أطلس خنيفرة ولا عند المكتب الموسي شباب أطلس خنيفرة. فاليوم هما حطوا نقطه النهايه باش يشوفوا مكتب جديد شاب امكانه يضخ دماء جديده وكذلك يشوفوا دوك الناس اللي تنتقدوهم. هذا الشيء كامل جاي في البلاغ يشوف الناس اللي تنتقدوهم شكون هما هاد الناس اللي بامكانهم يجيو ويعطيو اضافه وكذلك المكتب ولا الاعضاء ولا الرئيس الشرفي ولا الرئيس الفعلي اللي دابا فهما تيقولوا بانهم غادي يمدوا لهم يد المساعده ويساعدوهم بشرط انهم يعطيو اضافه ويقودوا الفريق لتحقيق الطموحات ديال المدينه اللي هي تتبقى العوده للقسم الاحترافي الاول. وهذا هو البروجي اللي كان مخطط مع لونترينور محمد بوطهير ولكن كما تنقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. انتقادات كبيره كما جاء في البلاغ من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر المحليه وتينتقدوا بشده المكتب المسير اللي تيقول لك تيسير بدون يعني مشاورات بدون يعني تسيير انفرادي. فكاين حتى واحد اللقطه تتلخص بان ما كاينش تسيير انفرادي يعني فالفريق يسير من طرف المكتب المديري ولجوئه الى الرئيس الشرفي اللي هو السي ابراهيم عباب في تقضيه ضروره لحل مجموعه من المشاكل الماديه والمعنويه لا اقل ولا اكثر. ومن هذا المنبر فهو مشكور على كل ما قدمه الى الفريق الزياني. يعني هذا ميساج توصلوه في البلاغ ديالهم بانه إذا كانوا تتجهوا الرئيس الشرفي فهو تيكون إلا لحاجة ملحة ولا هي المشاكل المالية التي تعاني منها فريق شباب أطلس خنيفرة وتتجهوا ليه باش يحلوا هذه المشاكل المالية. وديجا تنعرفوا بأن الرئيس الشرفي
دائما بحكم انه كذلك عنده وظيفه اخرى ولا رئيس مجلس بلدي فهو دائما للامانه دائما تيكون قريب من الفريق. فكما صرح لنا الرئيس الشرفي والتصريح عندنا فهو اي رئيس غادي يجي واي مكتب مسير غادي يجي فهو غادي يكون بجانبهم ويقدم لهم يد المساعده كما كان تيقدمها لهذا المكتب المسير اللي تيقدم الاستقاله ديالو اليوم. نعم ايوب دابا الوضعيه الحاليه دابا الكل استقل دابا نعم كل استقل المكتب المسير كامل استقل. علاش ايوب فالنقطه اللي مهمه وغادي نركزوا عليها في هذا البلاغ اللي جا ديال المكتب المسير صافي الخيفره فهو النقد الغير بناء وكثير من طرف بعض الناس اللي تيكونوا من وراء بعض المنابر ولا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب وداكشي وكذلك بعض المنابر المحليه اللي تينتقدوا كثير كثير المكتب المسير شباب اطلس خنيفره. ولكن ايوب الا جينا نشوفوا الاكراهات والاهداف واللي تحققت فغنلقاو بان هذا المكتب يعني الصراحه غادي مزيان. علاش؟ جاب فرقه جاب مدرب في المستوى محمد بوطهير جابوا لعابه في المستوى مشاو الدومي فينال تاع كوب دي ترون ما كايناش مناح ما كايناش دعم مالي باستثناء الدعم في المجلس البلدي. فقط نذكر بان هذا الموسم كان واحد الدعم ولا ماشي دعم كان شي فلوس دخلات ديال المهدي مولاتاي فهما خداو 150 مليون من المحمديه كامله وكان تقريبا الصرف ديال تقريبا واحد 40% من شطر انتقال اللاعب محمد وناجم للزمالك تقريبا خداو واحد 40% من ديال الصفقه. فقط هادو هما المنح اللي خلاو شباب اطلس خنيفره تنافس ويعني وتوصل لهذا المركز الثامن ب 39 نقطه. فلا جينا نشوفوا هذه المشاكل الماليه تظل جائحه كورونا والفرقه ما توصلاتش بزاف ديال المنح منها المجلس الاقليمي منها المجلس الجهه منها الجامعه فهو تبقى انجاز تبقى انجاز لهذا المكتب المسير. ورغم ذلك فهو ما سلمش من انتقادات كما قال لك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا الواتساب. هو من حق الجمهور ينتقد في الاخير يمكن البعض غادي يقول لك خالد الا كنت غيكونوا اكراهات راك انت عارفه قبل ما تشد الفريق يعني الا كان انتقاد فانتقاد كاين بامكان اي واحد ينتقد في الاخير وهما كيبقى عندهم الحق وكيبقى كذلك خصهم يتقبلوا انتقاد يعني لي دو كوتي. بالفعل ايوب فهذا الشيء اللي شاف المكتب المسير وقال بانه غادي يعطي الفرصه لوجوه شابه اللي ضخ دماء جديده سيرتو في الميدان التسيير باش يجيو يشدوا الفرقه. يعني شافوا راسهم وما قالوا فين يزيدوا يعني بالعربيه كما تنقولوا هذا المكتب المسير شاف راسه داك الشيء اللي تيتعطى راه عطاه غيعطي شي اضافه ما يمكنش يعطيها فهما فضلوا انسحاب في هدوء وقال لك اللي غادي يجي ترشح فبسم الله فهما يعني ما حطوش حتى شي قيود ولا شروط كثيره للاعضاء القارتين الجداد 2500 درهم واجب انخراط وكذلك ايوب يعني علنوا على في وقت مبكر باش يوجدوا الجمع العام اللي غادي يكون ان شاء الله في لوديس في الشهر الجاي واخر اجل هو لو دو في الشهر الجاي باش اللي بغى يحط طلب للانخراط فهو يحطه وكذلك عبر البلاغ فيه جميع يعني اللي بغى ينخرط فين ينخرط وشنو غيدير وشنو غيفعل. فقط اللي كما قلتي ايوب في الشارع الخنيفري من حقه ينتقد اي حاجه ومن حقه ينتقد اي واحد والكادين حتى المكتب المسير شاف راسه بانه ما بقى ما يعطي وتيتمنى يشوف مكتب مسير جديد فيه الشباب اللي يمكنهم يقودوا فريق شباب اطلس خنيفره للطموح ديال الجمهور الزياني اللي مازال تيحلم ايوب يعاود يرجع يشوف فرقته تستقبل فروق في القسم الاحترافي الاول وترجع للقسم الاحترافي الاول. هذا كل ما تيخص الجديد ديال المكتب المسير اللي اعلن على استقاله جماعيه يعني وكذلك فتح الباب للوجوه شابه باش تجي تسير الفريق الخنيفري. هذا كذلك باش نذكر ايوب لحد الساعه مازال ما كاينش موعد تاريخ انطلاق التدريب مازال ما كاينش شكون هو المدرب الجديد اللي غادي يشرف على الفريق مازال ما كاينش اسماء يعني كنعرفوا من تيكون اجواء بحال هكا تنسمعوا اسماء على على الناس اللي غيقدوا يشدوا الفرقه في لحد الساعه ما كاينش شي اسم اللي تيدور في الساحه الخنيفريه اللي مرشح بقوه باش يقود فريق شباب اطلس خنيفره. لحد الساعه كاين الغموض تيلف مستقبل فريق شباب اطلس خنيفره ايوب. منصف الشراشم لاعب سياكا كيتكلم على الاعداد الموسم الكروي المقبل.
التدريب ديالنا انفراديه باش نحافظوا على اللياقه البدنيه. قريب ان شاء الله غادي نستانفوا تدريب جماعيه استعداد لانطلاق البطوله. نتمنوا نبداو هذا الموسم كيف ما سالينا الموسم اللي داز الانتصارات ان شاء الله. بالفعل غادرونا بعض اللاعبين اللي سالت لي كونترا ديالهم ولكن باقي لاعب رسال فاول الموسم اللي داز مع الفرقه، اضافه للاسماء الجديده اللي غادي تلتحق بالفرقه هذا الموسم. نتمنى نديروا موسم في المستوى ويكون افضل من اللي داز ونحققوا نتائج ايجابيه تخلينا ضمن المراكز الاولى ان شاء الله. ونختم بميساج لجماهير سياكة الوفيه، نتمنى هذا الموسم يساندونا بقوه ونولوا نشوفوا من جديد مدرجات ملعب البلدي بخنيفره عامره للمشجعين، لان القوه ديال اي فرقه تتكمن في الحضور والمسانده الجماهيريه.